ما معنى العبارة لحق بالرفيق الأعلى عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة لحق بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم الرسل والأنبياء والصالحون الذي قال فيهم جل وعلا يطيع الله والرسول فأولئك معنى الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال عند الموت الله هو في الرفيق الأعلى لأن هؤلاء رفيق أعلى قد دخلوا الجنة وصاروا إليها من الرسل وأتباعهم ويطلب ربه يكون معه مع الرفيق اولئك الاخيار الذين اطاعوا الله ورسوله وصاروا الى الجنه والكرامه هم الرفيق الاعلى من الكون في قوله سبحانه هو يطع الله والرسول فاولئك ما انزل الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن انه اياكم منهم. شكرا لك.